زار جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله اليوم ضريح المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه بمناسبة ذكرى ميلاده التي تصادف اليوم. وتصادف اليوم ذكرى 80 لميلاد المغفور له بإذن الله جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال، طيب الله ثراه. وقرأ جلالتهما الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله الطاهرة، ووضع أكاليل الزهور على الضريح، ورافق جلالتهما سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور أصحاب سمو الأمراء والأميرات.